بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والموجب للعسر خروج المني. قال ابن محمد بن قدامة: فإن خرج شبيه المني لمرض أو برد لا عن شهوة فلا غسل فيه، وهذا قول أبي حنيفة ومالك. وقال الشافعي: يجب به الغسل، ويحتمله كلام الخرق لحديث الماء من الماء، فإن حس بانتقال المني عند الشهوة فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل عليه، في ظاهر قول الخرق وإحدى الروايتين عن أحمد وقول أكثر الفقهاء. والمشهور عن أحمد وجوب الغسل، وأنكر أن يكون الماء ليرجع، قال: وأحب أن يغتسل. ذكرنا في الحديث السابق الكلام عن ما يوجب الغسل ومعنى كلمة الغسل، وهو إزالة الوسخ والدرن عن الإنسان بإجراء الماء عليه، ده المعنى اللغوي فيها. والغسل من مشتقاتها قلنا الغسل والغسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الميت، ده حسب ما بيصححه أهل اللغة. وحسب ما بيختاروا الفقهاء يقولون غسل، غسل الجنابة، غسل الجمعة، وغسل العيد، وغسل الحيض، وهكذا. من المشتقات بتاعتها كلمة الغسل، الغسل، وهي وضع غسلا بمعنى حط حاجة يغسل بها، زي اللي هو الصابون، زي الخطمي، الأشنان ونحوه، يسمى هذا بالغسل. وأيضا الغسل قد يطلق على الشيء اللي بيسيل عن الإنسان الغسل، ومنها من غسلين، غسلين اللي هو القيح والصديد بتاع أهل النار والعياذ بالله. قال لنا أبو القاسم الخراقي هنا: الموجب للغسل خروج المني، خروج المني. ابن قدامة بيقول لنا: الموجب للغسل، اللام هنا يعني في كلمة الموجب للغسل خروج المني، الألف واللام للاستغراق يعني تستغرق المعنى، وإن جميع موجبات الموجب يعني عايز يقول كل موجبات الغسل هذا أول شيء منها، وحيجي باقي الأشياء زي ما يحولنا هذا الخروج المني، زي بعد كده يذكر لنا الجماع، التقاء الختانين، يذكر لنا الردة، يذكر لنا الحيض، النفاس عند الطهر منهم، وهكذا. فكأن يقول الموجب يعني الأشياء فقط الموجبة للغسل هي اللي حنذكرها عند الحنابلة ست حاجات، عند الشافعية وغيرهم هيقولوا خمس أشياء، هنشوفوا هيقولوا لنا إيه فيها. ابن قدامة بيقول لنا: خروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، وهو قول عامة الفقهاء، قال الترمذي، وذكرنا في الحديث السابق كلام الترمذي في ذلك. يقول لنا هنا: إن خرج شبيه المني، يعني الماء الذي يخرج من الإنسان إما مني وإما أشياء تشبه المني. وهنا نقف ونشوف كلام الإمام النووي في هذه المسألة لما بيذكر لنا الأحاديث اللي ذكرها برضو ابن قدامة في قصة: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. وهنا المرأة ترى الماء، وقلنا في الحديث السابق أنه أحيانا مش على طول، مش على طول، ولذلك بعض النساء بينكرن ذلك، لأنه الرجل يخرج منه الماء الدافق وغالبا أو دائما يخرج منه إلى الخارج. المرأة قد يخرج منيها إلى رحمها، من المجرى إلى الرحم ما يطلعش، لذلك أكثر النساء أو كثيرات النساء ما تحسش بخروج المني، إن ما بتشوفش حاجة خرجت، ولكن تستشعر الشيء في داخلها. ولذلك أنكر الكثير أو البعض من النساء ينكرن ذلك. وسيدة عائشة استحيت لما في هذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن بما يشبه الولد أمه وأباه في معنى الحديث. وبرضه جاء عن أم سلمة نفس الحكاية أن هي استحيت من ذلك. فالغرض إنه مني المرأة ما هوش غالب إنها تراه المرأة، لكن مني الرجل دائما يرى. الإمام النووي بيقف هنا في المسألة وبيذكر لنا بعض المسائل والفروع، منها يقول لنا كلمة يحتلم الإنسان، يحتلم الإنسان، التفسير اللغوي لهذه الأشياء مفيد لنا في معرفة الأحكام اللغوية اللي فيها ومعنى الحاجة الشرعية اللي من ورائها.
فبيقول لنا يحتلم الإنسان أصلها من الحلم، أصلها من الحلم. في فرق بين الحلم والحلم. الحلم منها الإنسان الحليم، يعني اللي عنده تؤدى، عنده صبر، هذا الحليم. لكن الحلم هنا اللي الإنسان يشوفه في المنام، الرؤية المنامية أو ما يراه الإنسان في المنام. فيقول لنا هو ما يراه النائم من المنامات يسمى الحلم. يقال حلم في منامه واحتلم وحلمت بكذا وحلمت بكذا، ده أصله. إن واحد شاف منام فيقول حلمت كذا حلمت بكذا، ده الأصل فيها. بيقول لنا الإمام النووي ثم جعل اسما لما يراه النائم من الجماع، كأنه الأصل اللغوي لكلمة احتلم بمعنى شاف مناما، شاف مناما. لكن جاء المعنى الشرعي أو الفقهي قيد المعنى اللغوي أو اللي جاء تحت هذه الكلمة من لغويات، فقيدها بأنه قل احتلمت معنى شاف إنسان في منامه، أنه يجامع أهله أو شاف شيء أثار شهوته فخرج منه المني. يقول لنا هنا ثم جعل كلمة الاحتلام جعل اسما لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبا، فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره. يعني كان المعنى اللغوي بتاعه واسع، لكن جاء المعنى الشرعي أو الفقهي اللي فيه ضيقه بقى مقصور على هذا الشيء اللي ذكرناه. يقول لنا الإمام النووي هنا أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني، أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. عند الشافعية يقول لنا لا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر أو بغير سبب، وحنشوف كلامه الفقهي فيها. لكن بنذكر الكلام اللغوي لأنه الإمام النووي من عادته في كتاب المجموع عادة جميلة جدا أنه يتكلم عن لغويات الأشياء، أنك نعرف التسمية سببها إيه اللي فيها. فهنا عندنا جملة من الحاجات اللي بيذكرها لنا الإمام النووي، يقول لنا فرع في لغات الفصل ده، يعني منها المني والوجه والمزي وتحقيق الصفات بتاعتها، أشرنا إليها قبل ذلك في الكلام عن نواقض الوضوء. فهنا بيقول لنا الإمام النووي المني فمشدد يسمى منية، أي يمنى، يمنى قال بمعنى يصب، يعني إنه مني كأنه يخرج زي من القرآن لنا من ماء دافق، ماء دافق يعني ماء يصب يخرج من الإنسان بقوة، يسمى منيا لذلك. ومنها تسمية منى، منى المكان الحديد يذهبون منى من الحرم، يذهبون ثابتون في أيام منى وليالي منى. هنا اسمها إيه؟ ليه منى؟ لأن المذبح هناك في منى، إن الذبح بيذبحوا هنالك، فلكثرة ما يراق من الدماء بيذبح، يراق دم يراق دم، فسميت منى، منى لهذا المعنى، يعني المكان الذي يصب فيه الدم أو يهراق فيه الدم. فدي أصل كلمة المني. فيقال أمنى ومنى بالتخفيف وبالتثقيل، ومنى أيضا، ومنى أيضا. فهنا يبقى المني عرفنا المعنى اللغوي بتاعه. المزي، المزي يقول لنا في ثلاث لغات برضو، يقال المزي والمذي، المذي دول المشهورات منها. في لغة ثالثة بيذكرها لنا إن هي المذي أو المذي، المذي، المذي اللغة الثالثة اللي فيها. فيبقى عندنا المذي والمذي والمذي لثلاث لغات اللي فيها، الأشهر فيها المذي. الوجي، الوجي، وحيذكر لنا الصفات بتاعت هذه الأشياء بعد شوي. الوجي قال لنا بإسكان الدال المهملة وتخفيف الياء الوجي، من ودى وودى الشيء. وبعد كده بيذكر لنا الصفات بتاعت هذه الأشياء، المني والمزي والوجه. الصفات قال هذا مما يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة إليه، يتأكد الاعتناء به لكثرة الحاجة إليه. مني الرجل في حال صحته أبيض ثخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة، ويخرج بشهوة ويتلذذ بخروجه، ثم إذا خرج يعقبه فتور. يبقون عشان يفرق بين الإنسان بيخرج منه مني ولا اللي بيخرج منه ده صديد ولا إيه اللي بيخرج منه، هنا قد يشتبه على الإنسان الشيء. فالمني اللي هيتعلق به حكم أنه عليه يغتسل يبقى لازم يجمع هذه الصفات اللي فيه. قال لنا الإمام النووي أنه يكون أبيض
سخين يتدفق في خروجه دفعة بعد دفعة ويخرج بشهوة عند استثارة شهوة الإنسان ويخرج مع شهوته ويتلذذ بخروجه. بعد خروج المني يوم يحصل الإنسان فتور، يحصل له فتور بعده. رائحته كرائحة طلع النخل قريبا من رائحة العجين، وإذا يبس كانت رائحته كرائحة البيض. لنا دي الصفات بتاعة المني والكل يعرفه. قال لنا قد يفقد، وده المقصود ان المني كل انسان يعرف المني، لكن اذا تغيرت الصفات ممكن انسان يحتار هو ولا ليس هو. قال لنا قد يفقد بعض الصفات مع انه مني وموجب للغسل، بان يرق ويصفر بسبب مرض، انسان يكون مريضا فيجامع اهله او انه يحتلم في المنام فيخرج منه المني، ما هوش السائل التخين اللي بيخرج، لا سائل رقيق يخرج منه، ولكن برضه باندفاع وبشهوه وعند احتلام رؤيه شيء يقوم يخرج منه هذا الشيء. قال لنا بسبب المرض، او يخرج بغير شهوه ولا لذه لاسترخاء وعائه، يعني لمرض بقى، حصل مرض في الانسان فخرج، ودي اللي هيقول لنا ان هو مني، وقد يكون منيا ولكن حكمه ايه عند الشافعي؟ هيقول لابد من الاغتسال. عند الجمهور يقول لا، ما مش ده اللي فيه الاغتسال في هذه الحاله، في حاله المرض، وهنشوفه في الكلام في الفقه فيه. بنرجع برضه للصفات، يقول لنا قد يحمر، قد يخرج المني لونه أحمر، يبقى هنا بسبب التهابات موجودة عند الإنسان فيخرج اختلط بدم ولا بشيء فيخرج أحمر في خروجه، ولكنه برضه هو مني. يقول لنا حتى يصير كماء اللحم وربما خرج دما عبيطا، معناه أن دما أحمر فج لونه غاية في الإحمرار. وكلمة عبيط اللي احنا بنقولها اصلها الصغير او اصلها الشديد، قال ومن لا يعتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون والانقطاع. زهير بن ابي سلمى يقول هذا، ومن لا يعتبط يسأم ويهرم، يعتبط يموت عبيطا، يموت شابا يعني صغير، يموت صغير كأنها في الشتاء، يقول انا عبيط معناه ما عندوش خبره، يعني معناه ما عندوش خبره، كان اصلها هي دي انه يعتبط يموت صغيرا. فهنا ايضا يقول دم يخرج عبيطا، كانه دم لزج، دم كثير خارج شديدا في فوره. بيقول لنا ربما خرج دما ويكون طاهرا موجبا للغسل، يعني عايز يقول صلى الله عليه وسلم انه تبين ان هو مني يبقى على ذلك هو طاهر وهو موجب للغسل. في مسألة ان هو طاهر ما في ايداء الراجح فيها من كلام العلماء ان المني طاهر بخلاف المزي ان هو نجس وليس طاهرا. برضو البعض بيذكر انه قد يكون المني في الشتاء ابيض سخينة وفي الصيف قد يكون رقيقة، قد يكون يختلف باختلاف الاشخاص. من صفاته ما يشاركه فيها غيره، يعني قد يكون منيا وغيره قد يشاركه في الصفة فيختلط على صاحبه، زي يقول لنا الودي. الودي هيجي بعد شوية ان هو الماء اللي بيخرج عقب البول بعد ما بيتبول، يخرج الانسان سائل لذي قطرة او قطرات، يحصل بسبب مرض او بسبب انه التهابات او شيء عند الانسان. منها ما لا يشاركه فيها غيره، يعني المني شيء تاني بيخرج من الإنسان ولكنه بتقدر تفرق بين هو مني ولا مش مني بين الاثنين. ودي مسألة كتير من إخوة الشباب الصغار يسأل كتير فيها، إنه بيخرج منه شيء يبقى مني ويجب عليه الغسل، وده اللي سألوا عليه ابن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه كان كل شوية يخرج منه مزي يقوم يعيد يغتسل، قعد يغتسل لغاية ما تشقق ظهره رضي الله عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فبين له الفرق بين المني وبين المزي، وإن المني يلزمه الغسل وإن أما المزي فلا يلزمه إلا غسل ذكري والوضوء. قال لنا اللي لا يشاركه فيها غيره الخروج بشهوة، أن المني يخرج بشهوة ويحدث بعده فتور بعد خروجه. الحاجة الثانية الرائحة بتاعته، له رائحة منفذة مميزة غير المزي وغير الوادي. ثالث حاجة الخروج بدفعات، أنه يخرج دفعة في دفعة، ده معنى التدفق بتاعه. الإمام النووي، وأما مني المرأة فأصفر رقيق، أصفر رقيق وقد يبيض لفضل قوتها. خواصه غير الرجل، بيقول لنا لا خاصية له إلا التلذذ وفتور شهوتها عقيب خروجه، وقد لا يخرج، وقد لا يخرج المرأة أن يدخل على الرحم على طول ما يخرجش منها. يقول لنا هنا أما المزي
فهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الشهوة لا بشهوة لا بشهوة. وهذا تفريق فقهي دقيق جدا يذكره الإمام النووي رحمه الله. شوفونا الألفاظ الفقهية لما الفقهاء يذكروا ينفرق بين الجر والمجرور، بيجر بإيه؟ هل بالظرف هنا عند الشهوة ولا بشهوة؟ بيفرق بين الاثنين. اللي ما يعرفش في اللغة ما الفرق بينهم، ما فيش فرق بين الاثنين. شوف هنا يقول لك أما المزي فهو ماء أبيض رقيق، مزي الإنسان معروف إنسان تحصل له شهوة ينزل منه شيء تسرسب منه، رقيق لزج فيه لزوجة يخرج عند شهوة لا بشهوة. عند شهوة المعنى أنه مش شرط أن يشعر الإنسان بشهوة خلالها زي خروج المني، يستشعر الشهوة ويقذف المني، لكن هنا عند شهوة المعنى أنه ممكن بص نظر شاف حاجة أثرته، لما أثرته ما خدش ما حسش ولكن خرج عند شهوة. يبقى هنا كأن القيد أنه الظرف لما حصلت لما شاف حاجة نزل بس ما حسش به، ما حسش أن شيء بينزل منه. شوف هنا فرق بين عند شهوة ونقول لا بشهوة. لا بشهوة يبقى معناه أنه هو حصل استثارت شهوته وشعر بدفق يخرج بهنا مني، فده معنى كلامه يخرج عند شهوة معناه أنه قد لا يشعر بالخروج بدل الغالب. ولا يعقبه فتور، ان الفرق بينه وبين المني، المني الانسان بعد ما بيقذف يقوم يحصل له هبوط يهبط يحصل له فتور، لكن المزي ما بيحصلش هذا الشيء. قال وربما لا يحس بخروج، وربما لا يحس بخروج المزي. الرجل له مزي وله مني، كذلك المرأة لها مني ولها أيضا مزي يخرج منها. قال ويشترك الرجل والمرأة فيه، يعني إذا استثيرت شهوة المرأة قد يخرج منها المزي. بيقول لنا وهو أغلب فيهن من الرجال، بنقل الكلام ده عن إمام الحرمين الجوين، يعني المني غالب في الرجال المزي أغلب في النساء. الوجه الثالث بقى بتاعه قال لنا فماء أبيض كدر سخين يشبه المني في السخانة. الوجه بيخرج من الإنسان إمتى؟ قال لنا يخرج عقيب البول، يعني غالبا يخرج عقيب البول. يخالفه في الكدورة ولا رائحة له، معنى أنه الوجه سخين قد يكون كدرة قد يكون وقد لا يكون، لكن الغالب انه كدر انه معكر، بخلاف المني بيبقى ابيض ما فيهوش فيه عكارة الا في النادر. قال ويخرج عقيب البول اذا كانت الطبيعة مستمسكة. ممكن يخرج امتى؟ يقول لنا وعند حمل شيء ثقيل، احيانا تشيل حاجة تقيلة او يحصل انه بعد البول يخرج منه قطرات لزجة من الوجه، فهنا هذا ليس مني هذا من الوجه، يخرج قطرة او قطرتين. قال وأجمع العلماء على أنه لا يجب الغسل بخروج المزي والوجه، إن الإنسان ليخرج منه مزي أو يخرج منه وجه لا يجب الغسل، ولكن الواجب إيه؟ الوضوء، إنه يغسل الأثر بتاعهم والواجب عليه الوضوء. نرجع بقى لكلام أبو محمد ابن قدامة اللي بيقول لنا هنا فصل، إن خرج شبيه المني لمرض أو ضرر لا عن شهوة فلا غسل فيه، فلا غسل فيه. شبيه المني المعنى هو مني هو مني، ولكن إنسان مع مريض بيقول لنا قال الشافعي يجب به الغسل. ليه؟ ما هو كلمة شبيه المني بس شبيه المني يعني اللي مش معناه ما هوش مني، لا ده هو الحكم هو أصلا مني، ولكن حصل مرض في الإنسان فخرج بسبب هذا المرض، التهاب مثلا في حوصلة المني بدأ يخرج مني مثلا، هنا هل يلزمه أنه يغتسل مع أن التهاب معناه كل شوية هيخرج ومعناه ما في شهوة أصلا، ده بيخرج مع ألم أو غير ألم. فعلى ذلك عند الشافعي نظر ليه أن هذا مني، أنه مني طالما مني بقى لابد من الغسل. الأئمة الثلاثة في هذه المسألة قولهم أقرب لرفع الحرج عن الإنسان، وقالوا إن مني لابد من الصفات بتاعت المني، إن هو بيخرج دافقا وإن يخرج بشهوة، هنا فين الشهوة الموجودة؟ ده مريض بيخرج منه هذا الشيء، وإنه مفروض المريض نيسر عليه مش نزود عليه الحرج. فبناء على كده عند الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إنه لا ما يجبش الغسل في هذا. بيقول لنا هنا قال الشافعي يجب به الغسل، وهذا الكلام يحتمل كلام الخرقي اللي هو صاحب المتن المختصر اللي ابن قدامة بيشرحه، بيقول لنا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء يعني المرأة إذا رأت الماء، وده في الحديث أن أم سلمة
أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال إذا رأت ذلك في المنام فلتغتسل فلتغتسل. يبقى هنا إذا رأت ذلك، إذا رأت الماء، لا في رواية منها. يقول لنا هنا ابن قدامة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، ولأنه مني خارج فأوجب الغسل كما لو خرج حال الإغماء. ده بيذكر لنا كلام الخراقي اللي بيحتمل يكون في هذا المعنى، وكذلك كلام الشافعية اللي فيه. يقول لنا هنا الإمام النووي أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. ده كلام الإمام النووي، أجمع العلماء على وجوب الغسل بخروج المني. ولا فرق عندنا، ده عند الشافعية بقى، بين خروجه بجماع أو احتلام أو استمناء أو نظر. يعني يقول خروج المني خروجه قد يكون بجماع، يبقى هنا عليه الاغتسال، أو احتلام نام شاف مناما فاحتلم يبقى يجب، أو استمناء، استمناء شيء محرم ولكن قد يحدث، وهنا الفقيه بيحط الحل بقى، مش هيقول هو حرام وخلاص، لكن يقول حرام ويحط الحل. طب ايه الأمر فيه؟ هيبقى هنا هيتوب لله عز وجل انه فعل ذلك، وبعدين عليه انه بيغتسل أيضا. أو نظر، قد يخرج المني بسبب انه نظر بشهوة فحصل، أو بغير سبب، أو بغير سبب، سواء خرج بشهوة أو غيرها. المني خرج صحيح هنسميه منيا، سواء خرج بشهوة أو بغير شهوة، ولكن هل يجب عليه أنه يغتسل فيه هنا إذا خرج بغير شهوة بسبب المرض؟ هي دي النقطة اللي هيختلف الشافعية فيها مع جمهور العلماء. بيقول لنا الإمام النووي سواء تلذذ بخروجه أم لا، وسواء خرج كثيرا أو يسيرا ولو بعض قطرة، لو الخارج منه بعض قطرة، سواء خرج في النوم أو في اليقظة من الرجل والمرأة العاقل والمجنون، فكل ذلك يوجب الغسل عندنا. يقصد هذا كله، طب والمجنون هيجب عليه وهو كان مكلفا أيضا المجنون، عشان نقول يجب عليه الغسل هنا؟ هنا لا، ما يجبش على المجنون الغسل، ولكن لما يعقل بعد كده، أو إنه إذا كان يدن أحيانا، الإنسان بيحصل شيء في عقله يقوم يقعد كذا ساعة يذهب عقله وبعدين يرجع عقله تاني، فلو خلال ما هو جن وخلال ذهاب عقله حصل انه نزل منه المني، بعد ما افاق يلزمه انه يغتسل، ده معنى انه خرج من عقله ولا من جن. المسألة اللي ذكرها ابن قدامة ورجح فيها قول الجمهور، هيذكرها نفسها الإمام النووي ورجح فيها قول الشافعي. يقول لنا إيه؟ كل ذلك يوجب الغسل عندنا. وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد لا يجب إلا إذا خرج بشهوة ودفق، كما لا يجب بالمزي لعدم الدفق. يعني هنا بيوجه كلام الجمهور، بيقول إنه القياس على المزي، المزي لا يجب الغسل بالمزي لأنه ما هوش دافق، يبقى كذلك المني إذا خرج غير دافق لا يجب به الغسل. قال ودليلنا، ده كلام النووي، الأحاديث الصحيحة المطلقة كحديث الماء من الماء، وبالقياس على الإيلاج فإنه لا فرق فيه، ولا يصح قياسهم على المزي لأنه في مقابلة النص. ده الثلاث حاجات اللي بيرد بيها الإمام النووي على الجمهور. نشوف كلام ابن قدامة هنا لما بيقول لنا ان هذا الاحتجاج الشافعية واحتجاج الخرقي ايضا بهذا الشيء. قال لنا قال الشافعي يجب به الغسل، وذكر الأدلة اللي ذكرها الشافعي. قال ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف المني الموجب للغسل بكونه ابيض غليظا، وقال لعلي اذا فضخت الماء فاغتسل، وقال اذا رأيت فضخ الماء فاغتسل، والفضخ الخروج على وجه الشدة. وده قوي الاحتداد بتاع ابن قدامة، لان امام النووي قال هم احتجوا بايه؟ احتجوا بالقياس، وبعدين رد هذا القياس بانه قياس في مقابلة النص، يبقى فاسد الاعتبار، وده معروف عند الاصوليين. اذا كان نص عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود وبعدين جه فقيه لغى النص وقال حقيس، يقولوا له لا، القياس بتاعك باطل، ما ينفعش لانك بتصادم النص. ايه النص في المسألة؟ الإمام النووي يقول نص قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء، يبقى أي ماء يخرج من الإنسان يبقى يلزمه هذا الغسل. ابن قدامة بيقول لا، احنا مش بنقيس بس،
ده احنا بنقول عندنا نص بناخد به. النص هو قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا فضخت الماء، معنى فضخ الماء بمعنى انه خرج منه الماء المندفع اللي هو المني اللي هو الماء الدافق، ربنا سماه كده الماء الدافق. وكذلك في الحديث اذا فضخت الماء، يبقى حجة الجمهور قوية مش ضعيفة زي ما بيقول لنا الامام النووي، لا دي الحجة قوية. الاية تقول لنا ماء دافق، الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فضخت الماء، يبقى معناه خروج المني بشهوة وبقوة، يبقى دي الحجة ما هماش مصابين للنص ولا غيره. لكن النص اللي احتج به الامام النووي يدرع للجمهور، يقال للامام النووي ان هذا النص منسوخ، الماء من الماء كانت رخصة زي في حديث ابي بن كعب، انما حديث الماء من الماء كانت رخصة في اول الاسلام ثم بعد ذلك نسخت، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانان وجب الغسل، يبقى الحديث منسوخ مش حجة للنووي. وبفرض انه لا والله منسوخة جزئية منه والباقي باقي، هنقول انه الماء من الماء يحتمل معاني، فاذا احتمل معاني يبقى هنا هو ظاهر في احد المعاني وليس نصا فيها، يبقى هنا يؤول ويقال الماء المقصود منه الماء الدافق، اذا خرج من الانسان يلزم الغسل منه، وده يوافق ما يقول الجمهور. يبقى حجة الجمهور في هذه المسألة اقوى، اذا خرج من الانسان المني بسبب المرض من غير لا شهوة ولا غيره، مريض فحصل انه خرج منه مني لغير شهوة، يبقى على ذلك لا يلزمه الغسل انما يكفيه الوضوء. لكن اذا خرج منه المني بشهوة ودفق، يبقى يلزمه الاغتسال. طبعا مش هي كل انسان يقول انا مريض بيخرج مني المني، لا، المرض معروف، امراض بروستاتا، امراض في التناسلية للانسان، امراض معروف. يبقى هنا الانسان الغير المريض خرج منه المني بشهوة، يلزمه انه يغتسل. اذا كان نام ومش فاكر لا شهوة ولا غيره ولكن وجد بللا، يبقى ايضا يلزمه الاغتسال. بيقول لنا برضو ما ذكره من الاشتقاق لا يصح، لانه يجوز ان يسمى جنبا لمجانبته الماء ولا يحصل الا بخروجه منه. يعني عايز يقول انه البعض ذكر الجنابة تباعد الماء عن محله، وقد وجد فتكون الجنابة موجودة، كأن تفسير كلمة جنابة فلان جنوب، يعني ايه جنوب؟ عند الشافعية هيقول لك معناه انه تباعد الماء عن المحل، يعني كان المني جوه الانسان وبعدين خرج بعد عنه، ان اصل كلمة الجنب تطلق على اللي بجنبي، ويطلق الجنب ايضا على البعيد، وده اللي جه في القرآن الجار ذي القربة والجار الجنوب. الجار ذي القربة يعني جارك اللي هو قريب بينك وبينه رحم، بينك وبينه عصبة قريب، والجار الجنوب يعني الجار البعيد، ما فيش قرابة بينك وبينه، هو جار فقط أو الجار اللي مكانه بعيد. فهنا الجنابة مأخوذة من إيه؟ فالخرقي والشافعية حيقولوا مأخوذة من إنه أجنب، يعني خرج منه المني فبعد عنه، يبقى دي الجنابة. يبقى طالما خرج منه مني وبعد عنه هذا المني يبقى اسمه جنوب، يبقى يلزمه الاغتسال. ابن قدامة بيقول لنا لا، طب وليه ما يكونش معنى الجنابة لكون التأثير بتاعها في الإنسان إنه يجنب ويجانب المساجد ويجانب الصلاة، يتجنب يعني أصل الجنابة، قال خرج منه المني فبسببه لا يصلي، يبقى مجانب للصلاة بعيد عن الصلاة، إنه ما يصلحش له يدخل المسجد. وده قول جيد فيها إن الإنسان اللي على جنابة بمعنى إنه لا يقرب الصلاة فهو جنب عنها، معنى بعيد عنها لغاية ما يغتسل، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.